عرضنا دراسة بيئية شاملة للمنطقة الغربية الممتدة من الزاوية إلى بوكماش، وتوا عرضنا أيضا دراسة بيئية شاملة لمنطقة الواحات جالي أوجدة شخرة. ومن هالدراستين هذا طلعنا بتوصيات وبرامج عمل واضحة، سواء في إدارة المياه المصاحبة، سواء في إدارة المياه العناصر المشعة، في تلوث الهواء، هذه كلها برامج عمل تعنى بحلحلة هذه بعض المشاكل اللي موجودة في الحقول والمجمعات النفطية اللي هي على الساحل الليبي.